السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنت وحن كهل دونا عشر كوساب سن نفقدا وحن كهل دونا على مدى هالأركو مركو هو صدع كوي مادو معدن تلو يقانو كالسيوم. كالسيوم ومعدن آد مهم وجركة بقول كي بسقاش سقال كالسيوم كو حلو كديا لفها يقلكها. أنت صاهر تنوح على جهلة أو نقية كلا جركة سيد ليجة هي قوة كلا كمدة جركة كالسيوم ك وهو جركة كقبطة شقين هذا مهم وح وحنا كمدة إسكو حركة نرفياشة هي شقين ك مرقها سيد أكل كالسيوم كو هو كشقيا إن نرفياش إسكو جدبيان فريمها سيد أكل كالسيوم كو هو دور مهم كعيارة كوبا على فها يسوى بحدة إلكها هلق عروت يريهم إنه حوك عابية إنه إلكها سيدخسيه كسو بحان حد يقى نورمال كا لقربه إنه هذا كالشيان كجيركا واسديد إلا يتوان ملق جرام بردسي لتر خوفك ما ننتي وحا لقربه إنه قاتو كن ملق جرام أو كاشيا أو كالشياما هالك دتك خارنا لجربوا إني جرسيان إلا أيه كن يلبا بقول دتك اسم يا كم إذا مركه دتك لجربوا إني خاتان كل يلبا بقول وحكم إذا دم مركه دلمدا جوي دم مركه دلمدا جوي وحالك ربا إني خاتان إلا أيه كن يلبا بقول ملغرام أو أه كالسيوم سيدو كله عروض كوريسة أما كوبا عصمينيسة وحالك ربا إنه يقاتن كن يلاو بقول. سيدو كله دت كويل كانوا حالك ربع. إنه يقاتن كن إياه لبا بقول أو ملغرام أو كالسيوم مالنتي. عنوين كلا جه الكالسيوم محاكمة ده. عنوين كلا جه الكالسيوم محاكمة ده. عناها. إدمان وحياه الله قسم إياه عناها. وحياه الله قسم إياه عناها محاكمة ده. فرماجة ده. هو حلو يقانه يوغرت كا. سيدو كله كالسيوم كو حال لغا هلا ديغيرتا ايو قدارتا عقارن او ايدل او صنع ماددان كالسيوم كو لو يقانو هيبو كالسيميا وحالد عانا او اد او جرتو انتا بدن وحي كو بدن تهي دو مركا للمدد قوي ايو داد كو ايلكا سيدو كل هو صنع اما يراشا ماددان كالسيوم تا وحي سامين انو ناكسرين كو يلتا كو باعا او بدكا كورينك سميناي وحي كويل تا سامين أنا ونك سنين وحي آباه سوو إن ماددان هوسو دعضو حاكمي ده أما معدن تان هوسو دعضو حاكمي ده دادكو آن خادن حد كوفلان أو أه مادد كالشيامكا أما دادكو آن خادن عنوين كاللاقه هلو كالشيامكا سيدو كلا وحي آباه سوو إن هوسو دعضو ماددان وحاكمي ده دادا خوفك مارك دادي سيويناتو وحا سييراتو حد كالشيامتا جيركا سيدو كله وحيابها إن المادة يراتو سو بحكم ده هو صدع كوي مادو فيتامين ليجا وانت بدن لقاه له خرحدة مركا هدو فيتامين ليجا هو صدع وحال أركا إن مادة هو صدعه هذا بقى على مدها الأركا مركا مادة هو صدعه وحكم ده مرقى حنونا يا الأركا انت بدن كالشام كوي حكي شقيس مرقى مركا هو صدعه عندك وحاله أركا انت بدن الدريمان مرق حنون سيدو كل علامتها الأركو حاكمي ده وحلو يقن أستيوبوروس أو أه إن اللفها نقضان قوة خفيفة ده بدأت نك أما حال ده سوق دماتو إن اللفها سيفوت كجوان تسألان ما مويله وحلو قلي سريت كعيسي دن أنت أكيد من جبنين أيام كو إمادس أو سيفوت أيام كجوان تاسنو حوصوبة إذا بدلا كل عاد دو مركا مركا دلما دقويان مركا دو مركا دلما دقويان واحد عاد إن هرمونا ده قارل بايو تاسو أنت بدن سوبته إن مادة كالسيوم تيراتو ولا في نقطان قوة خفيفة سداس فضلنا خوفك كوجب سدوا كل علامتها على أركو مركا مادة كالسيوم تيراتو وحاكم ده عذره أم عابقية صولا لابتو وحال أركا خوفك إنه عابق كصولا لابتو مركشتو أم عذره دلوا يقع إنفكشش جيسك إنه كصولا لابتن تاسنا وح أصابة كالسيوم تا أيراته سدان أجنهاي كالسيوم تا وحيد دور مهم كعيارتا أما سرق قادة دفاع جيركا مركا هذا كالسيوم تيراتو وحال عضو إن دفاع جيركا يرادو كدي بنا خوفك أنو جلادو إنه كسر لابتو عابو شدوا كلا وحال أركان
calaamada ku soo muuqda ilkaha waxaan la arkaa in ilkaha ay noqdaan kuwa bolol ah ama tusaale ahaan ubad kuriinka sameynaya oo ilkihii ka soo daaha ayaa la arkaa. Waxaa la arkaa in ilkaha bolol noqdo iyo ilmaha kuriinka sameynaya oo ilkaha ka soo daaho. Calaamadaha kale ee la arko marka calcium hoos u dhacdo waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano perimenstrual syndrome oo ah in dumarka lagu arko calaamado ka horeeya caadada. Calaamadahaasi waxaa ka mid ah in dumarka dareemaan calool xanuun iyo dibiryo, sidoo kale waxaa la dareemaa xanuun ka horeeya caadada. Sidoo kale markii calcium hoos u dhacdo waxaa la arkaa hurdada oo dhibaato ku timaado. Haddaba saan labada socono amaan ognahay, calciumta wuxuu ka qayb qaataa in lasoo daayo hormoonka loo yaqaano melatonin, kaasoo door muhiima ka ciyaaro isku dheelitirka hurdada. Marka hadday calcium yaraato waxaa dhacda inuu yaraado hormoonka loo yaqaano melatonin, kaas oo joogteeya hurdada. Marka hadduu hormoonkaas yaraado waxaa la arkaa hurdo la'aan. Sidoo kale waxyaabaha la arko maxaa ka mid ah calaamadaha kale ee la arko markay calciumta hoos u dhacdo waxaa la arkaa in calaamadaha qaangaarka dumarka ka soo daado. Waxaa la arkaa dumarku da'da gaaray da'da qaangaarka, haddana weli aan qaangaarin ayaa la arkaa. Taasna waxaa u sabab ah calciumta oo hoos u dhacdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.